صلوا على رسول الله. كان هناك طفل يبلغ من العمر 10 سنوات واقفا حافي القدمين مرتجفا من البرد الشديد أمام نافذة إحدى محلات الأحذية. اقتربت منه إحدى السيدات وقالت له: صديقي الصغير، ماذا تفعل أمام هذه النافذة؟ رد عليها الطفل قائلا: كنت أدعو الله أن يعطيني حذاء جديدا مثل هذا. وبعدما استمعت الفتاة لهذه الكلمات المؤثرة أخذت الطفل من يده وذهبت به إلى داخل المحل، ثم طلبت من أحد الموظفين أن يحضر للطفل 12 جوزا من الجوارب، وبعد ذلك سألته إن كان بإمكانه أن يحضر إناء فيه ماء ومنشفة. وعلى الفور أحضر الموظف ما طلبته الفتاة، ثم أخذت الطفل إلى أحد أركان المحل وقامت بنزع قفازها لكي تغسل قدمي الطفل. بعد ذلك قامت بتجفيفها جيدا بالمنشفة، وفي هذه اللحظة أحضر الموظف الجوارب التي طلبتها الفتاة، فقامت بأخذ إحدى الجوارب ووضعتها في قدمي الطفل، وأيضا قامت بشراء حذاء جديد له وقدمته له كهدية ثمينة مع بقية الجوارب. وبعد ذلك قبلت رأس الطفل وقالت له: صديقي الصغير، هل تشعر الآن بالراحة الشديدة؟ وبينما كانت تميل برأسها للاستعداد للذهاب أمسك الطفل بيديها وكانت عيناه تفيض بالدموع وقال لها: هل أرسلك الله لي الآن؟ والله إني لم أحس بشعور الدفء منذ مدة، أشكر الله على هذه الهدية الرائعة، فالحمد لله دائما وأبدا. عزيزي المشاهد، نصيحة مني لك: أرسم البسمة على وجه شخص غريب تشعر بالراحة والسعادة. أتمنى منكم جميعا أن تشاركوا هذه القصة مع الجميع.